بالنسبه للادويه، لان انا شفت في ناس كتيره بيبتدوا ان هم اولادهم بيتعرضوا لمشاكل، مثلا ممكن تكون مشاكل عابره. تمام. ولد جاله، طفل صغير جاله برد، جاله اي عرض عابر. تمام. يبتدي ان هم العيله يروحوا يدوروا على دواء ويدوا له دواء. هل حضرتك بتنصح ان احنا ناخر عمليه استعمال الدواء بحيث ان الاميون سيستم او الجهاز المناعي يبتدي يستجيب، وبالتالي الولد يبقى هو بطبيعته تمام الجسم بيتعامل مع الحاجات دي، ولا ايه حضرتك؟ ايه رأي حضرتك؟ كلام سليم. احنا عندنا مشكله بتواجهنا دلوقتي في فرض استخدام الادويه وبالذات المضادات الحيويه. معنى من احنا حتى في عياداتنا اما بيجي نقول لام اصبري على الولد يومين بخفض حراره بس ما تديش مضاد حيوي، بتروح للدكتور ده تقوم سايباه تقول لك لا ده ما اداليش مضاد حيوي. الناس عندها سيطره فكريه رهيبه جدا ان المضاد الحيوي ده هو اللي لازم يتاخد، يعني الطفل ما خدش مضاد مش هيخف، مع ان العدوى دي قد تكون فيروسيه مش محتاجه مضاد حيوي. ماشي. وهتروح لوحدها بتجست ان انت الطفل دافي شويه بتدي له خفض حراره فقط بس عشان يقدر يلعب، يقدر يتحرك، يقدر ياكل، يبقى عشان انت عارف ان السخانيه بتبقى مشكله، لكن ما بديش مضاد حيوي. فوجئنا دلوقتي ان كثره استخدام المضادات الحيويه دي بنفاجئ ان في الادوار الشديده بقى اللي هي البكتيريه التهاب رئوي الطفل بندي له مضاد حيوي ما يستجيبش، لان الام استخدمت مضادات حيويه لفتره كبيره جدا لدرجه ان جهازه المناعي اعتاد على هذا النوع اللي هو قوي، المفروض ان هو قوي جدا، يجي انت تستخدمه في مرض شديد تفاجئ ان هو الطفل ده لازم يتحجز في المستشفى. بالتالي الميكروب ممكن يكون بقى عنده مناعه ضده. يعني احنا مثلا التهاب الرئوي احنا كنا بندرس كده ان احنا ايه التهاب الرئوي علاجه الامكسيلين اللي هو الاشهر دواء الناس الام بتستخدمه بره لحد دلوقتي في الكتب ان علاج التهاب الرئوي امكسيلين. احنا هنا ما بنقدرش نستخدم امكسيلين، الدكتور بيكتب امكسيلين، الدكتور امكسيلين في حاله التهاب الرئوي ما يجيبش نتيجه، لا لان بره ما استخدموهوش كتير، فهو اول دراج اوف تشويس بالنسبه له اول دواء يستخدمه الامكسيلين. ماشي. واحنا بندرسه كده بس لما يجي نستخدمه ما بنستخدموش، لان فوجئنا لما نيجي نستخدمه ما يجيبش نتيجه.